تذكر يا محمد فهمي إنه هيدا التابوت ما في عليه حصانة. صرمية ابني بتسوى راس الكبير فيكن. إلى أنصاف الآلهة تسقط الحصانات أمام دم الشهداء. هيدا مش شعار، هيدا حق. هيدا التابوت اللي كسروه أزلامك تحت بيتك يا محمد فهمي كان فيكون نايم فيه ابنك أو بنتك ويروحوا بالتفجير. إجتوا لبطة لأحد رجال الأمن تبعه لتقله بس ولا يا فهمي، بس ولا لكل محتل مرفق بيروت، بس ولا لكل حدا خلى الجندي بالجيش اللبناني يبكي دم. ليك يا عباس يا إبراهيم، هؤلاء الضحايا هم سفراء الأمن والأمان، والبروباغندا على طول أوتستراد الجنوب ما بتسوى ربع دمعة أم بكيتوها على ابنها. إنه أنت نفسك بيوم من الأيام كان صوتك التفضيلي يا سعد لجبران. بس يا خي، واحد بيعتذر بالعادي عن شي عمله، عشو عم تعتذر؟ أنتما لستما عوناً ولا سعداً على لبنان. وعلى الرغم من قلة الرجال ببلدنا، نقابة المهندسين تكتسح وتنتصر، وهالشي بيفسر خوف كل الأحزاب من الانتخابات اللي جاية. وأخيراً انرفعت الحصانات عن المتهمين بتفجير المرفأ. بتصدق من أول ما قلت هيك ما صدقناك، حاطينه وصي قال كرمال رفع الحصانات بوقت هو لازم حدا يرفع عنه الحصانة ليتحاكم. معقول حدا من دائرة الشبهات يكون عم بيناقش إذا لازم يرفع الحصانة عن حاله؟ الخلاصة يعني مش الأدلة كلها بحجم المأساة والجريمة، بعتقد كان كل الحصانات كان لازم تسقط. التعدي على مبدأ فصل السلطات يعني قائم منذ فترة، ومونتسكيو عم بيبرم بقبره بأكثر من مناسبة. جوري السيد ماتت يا سيد. وصلتني رسالتكم وسمعت مقالتكم. نعم، وأنت والله كما قلتم أنت السعد الصادق بإذن الله. والله يخلينا نشوف فيكم يوم واحد هون